اليوم تم عقد الجلسة السادسة الاستثنائية ليوم 5/9/24 لاستكمال التصويت والمصادقة على خطة 24، والحمد لله والشكر كل المشاريع التي رحلت بالجلسة السابقة تم دراستها من قبل الأخوة أعضاء المجلس، واليوم تم المصادقة عليها جميعا. وبهذا نعلن أن خطة مشاريع سنة 2024 قد تم التصويت عليها والمصادقة عليها بصورة كاملة والحمد لله، وهذا إنجاز يحسب إلى كل الأخوة أعضاء مجلس المحافظة وخصوصا اللجنة المشكلة لدراسة المشاريع. نقدم لهم جزيل الشكر على الجهد اللي قاموا به واللي بذلوه، وشكري لجميع أخواني الأعزاء أعضاء مجلس المحافظة. والحمد لله والشكر إن شاء الله ستذهب هذه الخطة إلى محافظة البصرة لرفعها إلى وزارة التخطيط للمصادقة عليها إن شاء الله، وستكون هذه المشاريع ترى النور إن شاء الله وتكون على أرض الواقع لخدمة أبناء البصرة.